لعيب لعيب كبير كريم. لا النهارده 66 مره هو اللي استلم الكوره، هو حل فرقه نادي الزمالك. تعالى كده نستعرض شويه ارقام لعبد الله السعيد، وبعديها نخش على الحالات على طول لعبد الله السعيد. يعني انا مين لي النهارده؟ عبد الله السعيد. عبد الله السعيد انت ما شفتش حاجه ثانيه في المباراه عجبتك غير عبد الله السعيد؟ هو الحاجه يعني هو الحاجه المنوره في خد بالك المباراه النهارده كانت فقيره فنيا على الفرقتين، يعني بدايه موسم وبتاع. تعالى كده نستعرض ارقام الفرقتين النهارده. الراجل مسجل هدف التمريرات الصحيحه 64 من 69 هي. وهو راجل تتكلم في نص ملعب، النسب دي بيعملوها اللعيبه العالميه 93%. بصراحه عشان ابقى امين، انت قلتها قبل كده وهقولها تاني دلوقتي، النسبه دي ما بشوفش حد بيعملها غير توني كروس. توني كروس ما بقول كده، انت عارف اتهاجمت قبل كده يعني. ما علينا. محاولات على المرمى من 3 محاولات، محاولتين ايجابيتين، المراوغات الصحيحه 2 من 3 من 3 استلم الكوره 66 مره، اكتر لاعب استلم طبعا الكرة. هايل هايل كريم. بص يا كريم، انا هجيب لك حاجات صغيره لعبد الله، بس هي الفكره يلا شباب الحالات عشان على طول. عشان نقول للناس كل هجمات، انا ده عشان كده كنت هقعد اجيب هجمات نادي الزمالك كلها او فرص نادي الزمالك حتى لما بتوصلش للاخر، بس كل خروج للكوره لنادي الزمالك عبد الله السعيد. عبد الله السعيد اللي ما خرجش بيه الزمالك للكوره. هنا انا بتكلم عن الحاله الدفاعيه، الحالات الدفاعيه الاول. هنا اول دقيقتين الراجل صاحي، وهربطها لك بعد كده لما نتكلم على مشاكل الزمالك الدفاعيه. بص عبد الله راح قطع وهو اللي بنى الهجمه، الحل بعد كده خلينا نمشي على طول، هو اللي قطع قبل الراجل ورايح. دي الكوره اللي انت تقريبا اللي كنت بتتكلم عليها يا كريم. بص الراجل فين يا كريم؟ طيب بص دونجا فين؟ دي كمان دي واحده ثانيه. يعني دي دونجا، بص فين دونجا؟ بص محمد شحاته زي ما سمر بتقول لك، بص عبد الله بيشيل منين؟ يلا نروح على اللي بعد كده. والراجل طلع الكوره، هنا انا بكلمك بقى كل كوره، يعني هو هنا دونجا المفروض هو اللي سته وعبد الله هو اللي ياخد في الهاف سبيس او هو اللي ياخد في المساحه عشان يقدر يشتغل. عبد الله اللي كان بينزل ما بين السردباكين عشان هو اللي يعمل الشغل. الجيم كله كده يا كريم، يعني خد بالك جوزيه جوميز هو سياسته الحيازه، فانا الحيازه مين اللي هيعملها لي؟ عبد الله مع ناصر ماهر، اللعيبه اللي هي البولرز. طبعا الزمالك مفتقد احمد حمدي مفيش شك، لكن عبد الله هو اللي بيعملها لك. روح لبعد كده، اي خروج بالكوره هو عبد الله السعيد. ودي الشوط الثاني برضو نفس الفكره، عبد الله كان هو الحل دايما. بص فرقه يعني هنا دونجا هو ممسوك، انا بجيبها لك دي ليه؟ دونجا ممسوك، هو اغلبيه الوقت فرقه الزمالك كلها سواء حمزه المسلوسي حسام عبد المجيد بتدور على مين؟ على عبد الله. عبد الله السعيد. تعال شوف بقى في بعد كده لما الزمالك كان في واحده كانت في الشوط الاول وبعد كده دي كره حسام عبد المجيد وهي اتكررت الشوط الثاني. هنا لما عبد الله كان ما كانش في زاويه التمرير وما قدرش ان هو الزمالك يعتمد على عبد الله في الخروج بالكره كريم، كانت هجمه خطر جدا على الزمالك واتلعبت. حسام مجيد هنا، بص هنا، بص يعني دونج على فكره انا الفتره الاخيره لو تفتكر يا كريم واحنا لما بنبقى مع بعض في استوديوهات او في برامج كنت بشير دي الفتره اللي فاتت بدونج، بس دونج حاسس شويه لا محتاجين نرجع تاني دونج اللي كنا بنتكلم عليه وبنشيد بيه. ماشي، بص بسم الله الرحمن الرحيم الموسم. طب حاضر، انا جاي النهارده وانا انت كزمالك داخل على بطوله اللي هي السوبر، الجمهور مش هيرحمك طبعا. انا معاك يعني بس لسه برضو لا بس دي هنتكلم فيها برضو. بس انا بتكلم على بص الحل. هنا دونجا هو ما كانش حل لعبد الله. لما حسام عبد المجيد قرر، ده على فكره عبد الله هو هنا اللي بيستلم. لو رجعنا الصوره الاولانيه اللي فوق ده، لا ارجع تاني معلش. بص عبد الله فين يا كريم؟ فضل مساحه وطلع عمر جابر هو اللي يكمل، وعبد الله اللي هناك ده هو اللي جنب اللاين مان هو اللي بيستلم، ده عبد الله السعيد. فهو كان بيحاول يدي حل لحسام عبد المجيد، بس حسام عبد المجيد قرر انه يلعب لنا الكوره الطوليه دي. انا بشوف ان النهارده عبد الله السعيد عمل كل حاجه كمركز 6 ومركز 8 انه يوصل للزمالك يعني بالشكل المناسب، واعتقد ان ربنا كرمه النهارده يعني بالهدف ده ان هو يكلل المجهود اللي عمله النهارده عبد الله السعيد بجول ولا اروع يعني. هايل.